بسم الله نبدأ عاما جديدا، عاما نستودع الله فيه أحلاما وأملا جديدة، عاما نزرع فيه الأمل والبهجة في كل ركن، نترك فيه الأثر الجميل والفعل الطيب، عاما نودع فيه أشخاصا ونستقبل آخرين، عاما نودع فيه ما مضى ونقبل على ما آت. بسم الله على قلوبنا من الأذى وعلى أرواحنا من التخلي. بسم الله على قلوب أحبتنا وعلى أحلامنا اللامتناهية. نحن الذين مهما تعتمت أيامنا نضيئها برحمة الله، ومهما قست الظروف علينا نتيقن حدوث المعجزة. نحن من نبكي مع من بكى ونسعد بسعادة غيرنا. بسم الله نتوكل عليه في كل صغيرة وكبيرة، نستودعه أيامنا وأحبابنا ليظلوا بخير دائما. السلام عليكم البنات، نهاركم مبروك يا ربي ومعطر بذكرى القرآن وبذكرى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. حبيباتي نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وانتم ما كتشوفوا في هذا لا فيديو هذا. المهم البنات، بغيت نشارك معكم التحضيرات ديال هذه المناسبة هذه في هذا لا فيديو هذا، وايضا من هذا لا فيديو هذا كنبغي نقول لكم اسقاس مقاس، وكل عام وانتم بالف خير والعقبة العام الجاي ان شاء الله. المهم البنات، هنايا راه بديت في التحضيرات ديال الناير، فقلت بما ان هذه المناسبة هذه كان نديروها كل سنة فقلت نشاركها معكم. فبالنسبة للناس اللي ما عارفاش البنات، كنبغي نعرفكم بين هذه التقاليد الأمازيغية عفوا البنات، اللي هي معروفة يعني هذه المناسبة هذه عند الأمازيغ برأس السنة. فهي البنات يعني ماشي شي احتفال كبير، لأنه كاين اللي غادي ينوض ينتقد يقول باللي هذا الشيء ما كاينش، فالبنات هو غير فال هكذا عند الأمازيغ يعني هكذا بدخول السنة الجديدة. المهم البنات، هنا يا راه كنت مشيت نشري هكذا يعني بعض من هكذا المكسرات، فقلت هنا نشارك معكم يعني هذه الخروجة ديالي. فبمناسبة البنات هكذا يعني رأس السنة، راكو عارفين يعني كانوا باقيين هنا مازال حوايج هكذا، فقلت هنا ناخذ شي حويجات هكذا عاد. المهم نبداو في التحضيرات انا والزوجة ديال الاخ ديالي. المهم البنات، هنا راه كنت درت البسبوسة، ما شاركتش المقادير ديالها معكم البنات، لانني دائما كنت شاركت شي جوج المرات المقادير ديالها. المهم البنات، درتها على هذا الشكل هذا، وحاولت انني نزينها يعني بهذا الرمز هذا الامازيغي، وقلت نديرها هكذا. ف بالنسبه البنات، الطبق الثاني هو هذا الطبق هذا المشهور هكذا عند الامازيغ، فكيجيبوا كاع المكسرات البنات وكيخلطوهم هكذا، فهذا هو يعني الطبق التقليدي. ومن بعد يعني كتختلف يعني كل منطقه والاطباق ديالها الخاصه في هذه المناسبه هذه. المهم البنات، هنايا راه بديت كنخلط كل شيء هكذا. وبالنسبه البنات للطبق الثالث فهو البركوش البنات، كنت حضرته هكذا حتى هو ما شاركتوش معكم، لانه سبق لي وشاركته معكم جوج المرات. المهم البنات، غادي نحط لكم في صندوق الوصف الفيديو ديال العام الفايت اللي كنت شاركت فيه عفوا معكم كاع الاطباق اللي كنت وجدت حتى تقنتها البنات. فهي يعني بحال سلو هكذا يعني طبق تقليدي هكذا. فهاد المرة هادي ما بصراحة البنات ما درتوش، لانه لضيق الوقت راكو عارفين، فهنا كنا درنا غير هاد الاطباق هادي. المهم شاركتها معكم كيف ما هي، كنتمنى البنات يعني تنال الاعجاب ديالكم وتشجعوني. ومن هاد الفيديو هذا كنبغي نشكركم كاع على يعني لي ميساج ديالكم، كاع الحب ديالكم، كاع يعني اي وحدة صفتت لي اي حاجة كنشكرها من القلب الخالص، كنقولها شكرا شكرا اختي، والله يجعلها في ميزان حسناتك. المهم البنات، هنايا بالنسبه للبركوش كان سبق لي وقلت لكم يعني ما شاركتش عفوا المقادير ديالو معاكم. فهنا البنات ديال العام اللي فات كنت درتو هكذا غير بالمرقه. المهم ديال هذا العام كنت البنات فورته، لانه كيتفور بحال الشكل ديال الكسكسو هكذا حتى هو البنات عفوا شاركته معكم. المهم غادي نخلي لكم في صندوق الوصف كاع الفيديوهات الخاصين هكذا بهذه المناسبه هذه. المهم زينا الطبلة على هذا الشكل هكذا، درنا فيها
يعني هكذا أطباق، لأنه البنات كيكونوا أطباق هكذا تقليديين، كيكون كل شيء تقليدي هكذا، وكان كيحتفلوا هكذا بها مع العائلة والأحباب، ما كيكونش احتفال البنات كبير غير هكذا مع العائلة والأحباب، لأنها كتكون كفاء الخير يعني بالدخول ديالها. المهم البنات شاركتها معكم كيف ما هي، كنتمنى هاد لا فيديو هذا ينال الإعجاب ديالكم، وما تنسوش تبارطاجيوه مع الأحباب ديالكم والعائلة ديالكم هكذا، وما تنسونيش ايضا من هذيك البصيمه الصغيره البنات اللي هي كنسميها بصمه حب، لانه البنات هكذا يعني هي ما عندها حتى شي حاجه هكذا، كت يعني ترفع غير الفيديو هكذا باش تقدر انه يعني ناس اخرى تشوف وتستفد منه. وهنا يا البنات راه وصلنا لنهايه لا فيديو هذا، كنقول لكم تهلاو فريسانكم والى فيديو اخر ان شاء الله. ابن خمان من زوم من الدنيا مقارس الخوا ندمي عن خوا الدنيوي وثبت دق جختي باس لا ودوا ودي مسوس في الظالم شي ابن خيوان من زوم من الصيد مقارس الخوا ندمي عن خوا الدنيوي شينا عكاسي وودي في الرزنا سنغلس شيبنا خيال وين نسبو من الدوني مقاور سنقا وندمي عن قوادي شيبنا خيالا وين